مساء النور، أهلا وسهلا. مساء الخير، يسعد مساكم. نعتذر على الانقطاع هذا اللي صار بسبب الانقطاع. هلا هيك مشيتوني يعني بالعتم يعني لانه قطعت الكهرباء. مساء الخير باسكال بلان، النشار من لبنان، الصديقه العزيزه ولا كثيرا. ومعنا الاستاذه فاطمه مغيربي من تونس، والاستاذه التي التقيت بها في زيارتي الى مصر، وكانت زياره جميله ومعرفه استمرت وستستمر ان شاء الله. ممكن يكون معنا بعد لحظات الشاعر مطر البريكي من سلطنه عمان، ما عم يقدر يدخل، عم يقول لي ما بعرف ليه. الاستاذه مريم برجوك من لبنان، صديقه عزيزه وغاليه معنا اليوم. الصديقه الراقيه المهذبه المؤدبه ابتسام الخميري من تونس، وكذلك كانت زياره ممتازه ورائعه وان شاء الله ستستمر الصداقه. الصديقه اماني مبارك من الاردن، كذلك صديقه الله نلتقي بها قريبا. ومعنا الاستاذه رحمه بن مدربل من الجزائر، كذلك صديقه عزيزه علينا. سنبدا اولا من مع كبار السن وكبار، نبدا بكبار السن وكبار القيمه بنفس الوقت. الاستاذه فاطمه مغيربي، بعدها الاستاذه نبيله حماني، والاستاذه ابتسام، والاستاذه اماني، والاستاذه رحمه. البلان النشار. استاذ عماد، معك اختها لباسكال وهي بالويتنج روم بغرفه الانتظار، اذا بتدخلها بليز. صراحة نقيت قصايد صغيرة وهيك على حب، يعني سهام عينيك. نقول كل واحد قصيدة قصيدة، سهام عينيك حكونوا بالتسلسل، كل واحد قصيدة 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 بالتسلسل. اوكي. ايه طبعا. تفضل. سهام عينيك، سهام عينيك تفتك بقوتي، تغتال مقاومتي، ترديني، تجعلني عاجزة، وأمام بوحك أفقد سنيني، ويغدو العمر لحظة في حنيني، يمر ببطء الأزمان يحتل عريني دونما رأفة في نجواك يرميني في النار، وتكويني حمم البراكين. من عينيك تكفرني تنسيني ديني. جميل. جميل تمام. جميل 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 ما شاء الله. الأستاذة فاطمة مغيرة، تفضلي. اسمعيني استاذة فاطمة، ممكن تسمع شيء. طيب استاذة نبيلة هماني، الصديقة العزيزة، مشي الله يبارك فيك. نبيلة حماني، نبيلة حماني، حماني حماني، أقول شظايا. نعم حماني شظايا، وتبقى على هدب عمري حكايا، تقول هويت وكنت منايا، تطوف ببحر نوارس شوق، وتشدو الطيور الهوى في سمايا، أسائل السري فيك وكيف غدا همسك العذب في الأذن نايا، وفي أفقك الرحب أحيا فراشا يخاتل سحر ضياك صبايا، فتهواك عيني وتهواك روحي، ويخفق قلب المنى في الحنايا. هو العمر، إني وهبتك عمري ورويته من أريج دمايا، وهبتك فتنة فينوس فانهل زلال غرامي
وشهد سنايا، وغنيت فاسمع إذا شئت لحني، فكل الترانيم رجع غنايا. أنا الحب في امرأة من عبير، وعطر المحبة بعض شذايا. فكيف أيا كل عمري تبيع بلحظة ضعف نعيم هوايا، وتوقد جمر الفراق الرهيب فيجري على الخد دمع المنايا. وكيف تضيع عشق السنين فيذبل ورد المنى في ربايا. أراني إذا ما نظرت لنفسي خيالا يلوح لي في المرايا، وأبصرني قد غدوت حطاما تراكم في أضلعي أو شظايا. فألجأ للصمت بعد الدموع، عسى فيه ألقى شفاء أسايا. فألجأ للصمت بعد الدموع، عسى فيه ألقى شفاء أسايا. وشكرا لجميل سماعكم. تمام، الله يخليك، رائعة، الله يبارك فيك، رائعة. شكرا، بارك الله فيكم، حرفك راقي جدا، محلاها همسك. السلام عليكم، يا ربي يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله. عذرا للخلل الفني، التكنولوجيا الغير راضية عن هذه الليلة. شكرا لك أستاذة نبيلة. الأستاذة مريم برجوب، وتبقى الكلمة تقرع أبواب القلوب لتنطق شرايينها أملا. نعم الأمل. مساء الخير، يسعد مساء الجميع. جميل هو جميل هو لقاءكم، جميل هو حضوركم. ألف شكر للروح الحاضنة هذه اللحظات العربية العربية، منتدى حرف لون، دكتور عماد، أصحاب الأقلام النابضة، للجميع مسا التألق والإبداع. بما أنه نحن على أبواب سفر وكلنا في كل واحد منا في بلد، رح نحكي لمسافر، إلى مسافر. أيها المسافر، مهلا مهلا، فقد زاد إليك اشتياقي. يكون الهوى يا عاشقي حيث تتعطل كل الكلمات، ويضرم الرماد أجيجا بعد احتراقي. رسمتك باللحن بالآه بأجمل الريشات، فلماذا لماذا تمزق كل أوراقي؟ بالبعد بالأوجاع بصمت العتابات، أدخلتني كهوف الهوى بعد انعتاقي. أردتك حبيبا ينهل العشق من أقداح جنوني، أردتك جفنا يصون أحداقي. ما قالت الأيام بجرح الهوى وجعا، ما الجرح يا عمري سوى ضمآنا ضمآنا بلا ساقي. أيها المسافر، عبرت أبواب عشقي رحيما، فكيف هانت لديك أشواقي؟ يا أقرب إلى النفس منها، هل حللت قيد الحب من معصمي؟ وهل يا عاشقي حان وقت الفراق؟ إن كان ما تبغيه بعدا فهذا قدري، وإن لم يكن. شكرا. شكرا شكرا. جميل جميل جميل، ما شاء الله، صح لساني. أستاذ بطل البريقي من سلطنة عمان سيسمعنا قصيدة من حلاوة ما عنده. تفضل أستاذ مطر. مرحبا أستاذي عماد وكل الحضور الجميل، الأخوات الشاعرات. هنا أنا كما قالت إحدى الأخوات أني أكسر الجو الأنثوي أو هذا التجمع الأنثوي. أنا أسمعكم أنا بعض الأبيات أو هكذا مقتطفات. أقول إن كان
إن كان في بعدي تلامسك راحة، غصبا علي أكون بالبعد راضي. إن كان في بعدي تلامسك راحة، غصبا علي أكون بالبعد راضي. لكن تراه الجيد تبغى الصراحة، من غيرها عيونك ترى الكون فاضي. وقف تعال وقيس حجم المساحة، تلقى الحشا والجوف لجلك أراضي. شفني وأنا كالطير قصة وجناحة، برد الجفا والخوف زاد امتعاضي. وإن كان في بعدي تلامسك راح، غصبا علي أكون بالبعد راضي. جميل جميل. أقول هلو. سبتني وانت اللي حالف ما أسيبك، عقب ذاك الوعد قل لي غط ليه. لما تحكي حب وأحباب وحبيبك، يا أخي ارحمنا كفاية حب إيه. البضاعة بضاعتك والجيب جيبك، ولا قلبي تحلم إنك تشتريه. التغلي والدلع يوم نصيبك، وأنا وش خذت لك العوق انت بيه. المصايب شوفها جت من قريبك، ذاك يلي راهنت نفسك عليه. حتى دلوي مل من كذبة جليبك، كل قطرة تحتنك وتموت فيه. سكرك في الشاي ما عانك حليبك، وانت شاطر تلعب ادوار النزيه. لا تلوم ظروفنا والعيب عيبك، السفيه بنظرتي يبدا سفيه. رح ودرب خذك لقدامي يجيبك، واللي عفته امس قم قبل يديه. ولما تتكلم عن احباب وحبيبك، انت عارف ابلى معنى الحب ايه. جميل. اقول ما سمعت اللي بغيابك جوني. جميل جميل. ما سمعت اللي بغيابك جوني، نفسهم يلي بغيابي يجونك. ما سمعت اللي بغيابك جوني، نفسهم يلي بغيابي يجونك. جابوا عندك سيرتي ودوني، وانت طيب وهم يحبونك. لا لا تطمن حبهم فرعوني، وانت لازم تتخذ هارونك. لو قدرت انك تعيش بدوني، احلف اني ما اعيش بدونك. انت تسوى كل شيء بعيوني، وعاد كيفك نظرتك وعيونك. هلو. جميل جميل جدا. يا صحة يا ابن الفميري، صديقتي العزيزة. نعم. مرة أخرى مساء الشعر ومساء الفرح. شكرا الأستاذ عماد طرحيني على هذا اللقاء وهذه الجمعة الكريمة مع أخواني في كل الأقطار العربية. جزيل الشكر على سماعنا، وإن شاء الله تكون هذه النواة الأولى حتى نلتقي إن شاء الله في أرض الواقع، وإن شاء الله نسأل الله السلامة وتمر هذه الجائحة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أقول سأنسج على منوال زميلتي سبقتني وأقول خواطر مسافر. أقول سأبدأ الطريقة من جديد وتنزف الجراحة من جديد، لأن في جوارحي تعيش قصة البريد تحت كل دمعة قصيد. غدا غدا قبل أن أودع الظلام إلى وقبل بدء رحلتي الطويلة، سأحمل النساء والصغار يا حبيبتي وأملأ الدروب بالنشيد، لأنني مسافر مسافر إلى بعيد، وهذه رسالتي يا طياتها جمال قصتي. غرامنا لقاؤنا يحرك الحياة بواعد حديد. سأقطع النجاد والسهولة والجليد، سأقطع النجاد والسهولة والجليد، ولن أخاف قوة الطبيعة، لأن مركبات مركبة تقودها مشاعري. يا حبيبتي وأنت تعرفين يا حبيبتي خيولها السريعة. غدا غدا وقبل أن يموت في شفاهك السؤال، أكون قد عرفت قيمة المصير، أكون قد قطعت جسر رحلتي الأخيرة، أكون فوق ذروة المحال أغطي النجوم أينما تطير، أراقب الغيوم أينما تسير إلى مرافئ الزواج.
إلى مرافئ الزوال، وإذا تثاءب الصباح، وإذا تثاءب الصباح وعانق المساء قلوبنا، أحس أن كل ما أريد للحظة قصيرة، صدى حريق كني ونومة طويلة، سريرنا غطاؤنا يكون يا حبيبتي قفيرة. وشكرا لك جميل، ونسافر من تونس لنحط رحالنا في الأردن مع الأستاذة أماني المبارك. مساء الخير على الجميع، آسف الانقطاع يبدو أنه من عندي. سعيدة جدا بتواجدي بين هذه الوجوه الطيبة من الوطن العربي. أشكرك أستاذ عماد على هذه الدعوة الكريمة، وهذه دائما رسالة الأدب السامية، أن نجتمع نحن العرب على الكلمة وعلى الحرف الجميل. سأبدأ بنص لي من ديواني خطيئة الظل تحت عنوان ملامح الدهشة. جدار يتوسط حجرتين، ينز من وجهه لون سماوي، قطرات تساقط على ورق، يتساءل كاتب اللوحة الشمس، أيعقل أن تتحول صخرته؟ يتأملها، يتلمسها، يذوب المشهد، القارئ يكرر الكلمات، يحملق في الجدار، يتبسم تحت جيه ملامح الدهشة. على الوجه الآخر فنان يغمس ريشته ببطن الجدار، يرسم قبتين بينهما رواق تختبئ به حبات، يتطاير تختبئ به حبات نمش يلتقطها طائر يغرد بها نحيبا على ضفاف الحرب، يبذرها على كف والكف لغريب، يمسح بها قلبه فيبصر البلاد، ما بين الوجهين يتمطد إرث أموي، تندلق على الجدار سمرقند قطيبة عاشق محشوة بخاصرة الشمس، رب شرخ يعجل الوقت فيولد نهر بالرحم الملحمة، الريح تلطم نافذة الليل تحملها أكف الصفير، تباغت الفجر الوصول تضرب نواعيرا مطلوبة على أشجار النخيل، تعود الريح أشجارها والقصيدة باتت اسما لمقطع. لا لا، هذا هو جميل جميل جميل، صور جميلة، جميل جدا، أداتي جميل جميل جميل. ولعشرنا لتونس نعود إلى تونس مع الشاعرة فاطمة غيب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، وأرحب بكل الشاعرات والشاعر مطر البريكي على هذا الحضور. شكرا أستاذ عماد على هذا اللقاء الرائع الذي جمعنا شرقا وغربا ومن كل أنحاء الوطن العربي، وهذه بادرة طيبة وجميلة جدا اللقاء، وليس أجمل من لقاء على موائد الشعر الذي هو لسان العرب. سأبدأ بقصيدة الرسالة بعد الأخيرة. دعني أحلم، أبحر وحدي على سفينة من مرمر، جناح الملائكة شراعي ومجدافي حلي الأخضر، الموجة تظل تؤرجحني بين مدها وجزرها، وعلى شاطئ الحرمان ترميني رمال ساخنة تأخذني بالأحضان، أمد يدي لأقتفى من ضياء الشمس أحلامي، فتهطل غيمة أفكاري تنبت بكفيك سنابل الزعفران، وأحط على كتفيك كعصفورة خائفة أضناها حنين الأفنان،
أربط شريانك بشرياني، أتوه في صدرك المعشوشبي، أضيع في نبضك عنواني، أضوع كعطر في جيد الحسان، كسكر في قاع فنجان، أهرب منك إليك، أستعير من فراشات نبضك المعربد جناحا لأحلامي المحتضرة، وأظل أطاردها كعذب الرؤى، لن أغمض أجفاني، فصورتك فيهما تترجاني، كل ثانية بدونك تنكرها الثواني، حياتي فيك حلم، كم تحلو الأحلام والعينان مفتوحتان، إن نمت لا ينام الحب، فلا توقظ من يقظة أحلامي، دعني أطرز من دمعاتك أشعاري، وعلى شهقاتك أعدل أوتاري، وذات الحلم طيف يسكنني، يتلاعب بأجفاني، يغوص ويطفو كسراب في عمق الصحاري، أمد يمناي لتقطف عناقيد صبري، فتعود باكية يسرايا، تائهة أنا في يم كلماتك المخضبة بمعتق الخمر، أظل أغرق في شهد المعاني، على رصيف العمر أترنح كما السكران، وسفني المتعبة من الترحال تتضرع اللهفة، مداد القصائد كم أظناني، فدعني في معبد الكتمان، لو نطقت تصدعت جدراني، يغوص البحر في أعماقه وتنكر جلدها العمدان، فيخر بنياني، إنني عاشقة يا سيدي، والعشق كم أشقاني، غير أن كأس الحلم مأوى جنوني ومرقدي بين حروف أشعاري، فدعني أحلم بطيفك، دعني أحلم معلقة بطيف أهدابك، تلك رسالتي بعد الأخيرة، لونتها بشظايا روحي وعذابي، دعني أبحر فيك حلما ليس أجمل من أن تحلم العينان المفتوحتان، والدمع على الأهداب شاهد عياني. جميل جدا. هذا الفصل نسمع فيهم خمس دقائق من أستاذة باسكال قصيدة جميلة. تفضل. مش عم نسمعك، افتح الميكرو بليز. بعد معنا خمس دقائق نسمع منهم قصيدة من أستاذة باسكال. نشكركم جدا. اي اوكي، بشكركم جدا، بشكر اكيد استاذ عماد، وبنشكر كلماتكم الرقيقة الحلوة والعميقة بالبجدان، جميل جدا. بما انه تفضلت استاذ عماد وقلت الاكبر سنا، رح اقول شيء بيشبه العمر. يا عمري سأقرأ لك، ولا عمري إن سمعت حكايتي، كجفاك النوم فلأمري، حيرة في سيرة حياتي، ولك التنهيد في أشعاري، نسخت لك من قدري بخيوط الحرير موتي، فرشت سريري بالورود وأمنيتي، غمرتها وأنا في قبري، أتوب عن كل صمتي، أعتنق الوقت بنذري، أردد لنفسي كلماتي، على الصدى
يخبرك كم شوقي يسري في جثتي أموت أموت بعد موتي إن دمحت في عينيك الحزن المزري أموت أموت بعد موتي. جميل صح جميل جدا حلو 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 جميل جدا مرهق. عندنا بعد 3 دقائق مين بيسمعنا شيء بس 3 دقائق مريم يلا يا مريم. نعم انا لن اكتب انا لن اكتب عن الالم ففي داخلي هذا حزنا لا تحتمل في وطنا تواطأت عليه حكاما وما أنصفه حكما لي تاريخا فقل الأربان أصحاب الذمم لي شعبا داس على أماله طغاة وانجلت عن أعتابه كل الهمم لن أكتب عن الألم لن أكتب عن الألم ففي قلبي نبضا صامتا وفي داخلي هذا روحا لم تعد تحلم قلني يا هذا كيف السبيل إلى جرح يختم إلى روح تطوق إلى ضوء إلى غد غير مبهم لن أكتب عن الألم ففي داخلي هذا حزنا لا تحتمله أمم. شكرا. جميل جدا كلنا أذان صاغية مع الأستاذة مريم باجور. يلا أنا رح أقول هالمرة شيء باللغة العامية اللبنانية إن شاء الله تعجب الحضور العربي العربي الحلو الجميل. الله ألا ارحمي هالقلب بعدك وجعه ولا تسرقي حلم العمر لو ضاع كيف برجعه بعدك يا شوك الهجر بالروح وشريان عمري هالجفا شو ولعه لا تفكري على الهجر غفيت النهداب لا أنا مثل شمشون ولا خطوات شعرك على صدري يلمعه محيتي بجفاكي سحر هاللحظات لا عنت الذكرى على ومض الهوى ولا عيونك عرفوا يدمعوا هل قد كان الحب حب على ورقات هل قد سهل المشاعر على الهدى يتودعوا كنت تغفي عيوني على صدى الغمرات صرت بس صوت الجرح منك اسمعه بيكفي يا حلم مبارح ليالي وجع الناد جرحك صار ناشف مدمعه ونايل عزف حب عمري الفات حرر وطاروا من الشوق وما بيحصد العشقان إلا كل شيء بيزرعه. شكرا. ما نسمع هذا من شكرا من نطير على الأردن. خلينا نطير على الأردن نشوف نصير في الأردن. رح ألقي نص تحت عنوان امرأة الفصول. يلا عم نسمع. لأن المسافة طويلة لم يعد يجدي الخيال لترتيب أرصفة اللقاء كان لابد من خلق التحايل. امرأة الفصول خلقت من دمع الكمان ونبض العود امرأة بنكهة الغار والزيتون والياسمين ولدت من جفن الحنين أيها الظل المترامي هناك تعال أيها الظل المترامي هناك تعال تعال نمارس فن الجنون معا أوهي هنا وأنت هنا كشتلة ليمون رقيقة أخلع عنك الرداء الحزين وتصبح عاريا إلا من الشروش
شبكة قلبي أنت، أقلبك أحني رأسي، أشتم ذرات القرب لحظة نشوة من ترابك، أزرعك نبضا بقلبي بماء الحب، أطوف حولك، أصب عليك الحنين، أرويك السلام، وقبل رحيلي عنك سأقطع وعدا خالدا أن أزورك مع كل نبض، أحتضنك كنبض الحياة وأرقبك حتى تقبل. أيها الظلم ترامي هناك، تعال. ألم يستثيرك لون الغروب؟ ألم يستثيرك لون الغروب؟ تعال نمارس فن اللقاء، زرعني زيتونة مقدسية في أرض كنعانك، فهل لا أتيت؟ حلو. أكيد حيجي. جميل. جميل جدا. جميل جدا. مستحيل. ونعود إلى تونس مع الأستاذة ابتسام الخميري. مرحبا بكم من جديد. أهلا ابتسام. سأقرأ من ديواني شيء من الذاكرة. دقيقة، أنا حبيت نغير شوية الموجة، نبتعد قليلا عن يعني كأنه شدينا في المحبة والحب. أنا نحب نقول الآن شوية من بعضي شيئا مني، فأقول على قارعة المصير. مضت بلا غاية يا صديق، ولا آية للطريق. مضت قبل بدء الوقوف جهارا أمام جراح وذنب خفي. عيسى يصلي والمصطفى جاثم ها هنا. تسابق مداها، تراها في عيشة راضية. الملكوت ساجد، التاريخ توقف واستكان لحظة. لحظة يا رفيق، سبيلا خطفنا وحلما كالجبال عبرنا. الجراح سيزيف أم نزيف؟ الجراح سيزيف أم نزيف؟ والصدى كم تراقص. هل أضعنا الخطى؟ هل أضعنا الخطى؟ موازيننا قد تميد أو تحيد. مراتيجنا أرجوحة وغرام، والدروع صدأ. القدس تئن وبغداد تعزف. شيعوا أعظم ما كان فيه، عند باب تهدم أحلامنا. نبض ضعيف يغني، دعونا نصلي. وكم ركعنا، وكم ركعنا، وجوها حزينة ندس، وأصواتنا تهمس. جاء العسس لسور حيفا، تلال وعوسج، ودمع ملون. ربوع مضت كالفراش المبثوث، تراها بقت أو مضت. ها هنا قاطرات محملة بالذنوب أو بالذباب، خلف رضاب الأنين وحشة حيفا. استداروا واستكانوا. القدس تئن وبغداد تعزف. شيعوا أعظم ما كان بي، فتهمي نارنا الحامية. بلا آية للطريق مضت، تجوب البلاد بلا بوصلة، وتحجب نحيب الأفق، وترحل بلا مئذنة هناك. ترتع في أمان عجاف، وتنتظر هل يؤذن لها. مضت تحلم، هل تراني الأميرة؟ وذاك شعب يصرخ أن تعالي، وتركض تنسى البساط الغريب، تنسى نحيبا هطل عند باب قانا وحيفا. وتضحك إذ رأتها الأميرة، ويضحك منا القدر. نعبر صمتا نسارع، والسواد أنيس جردت من بياض ولحن الدروب، وطارت عند باب الوليد. حطت
أو زارها واستكانت زمة بين حلم وحلم رسمت ثم علت علت محملة برسوم عجيبة وأصواتهن تنوح فتحجب تراها استكانت تراها استكانت وليس لنا عند باب قانا تأشيرة أو خيفا فحيف تأنم وبغداد تعزف شيعوا أعظم النبي مضت بلا آية للطريق ومضينا نحث الخطى تائهين ليس لنا حماة لنضحك ليس لنا تقاة لنسجد ليس لنا من بقايا الرتب سوى هدأة قبل بدء الوقوف جهارا أمام جراح وذنب خفي جلمامش يبكي وبابل تسأل بغداد من أضاع الطريق من أضاع الطريق فهل نغفر عشترت أخطاء هل تغفر عشترت أخطاءنا والحروب إنارة وليس لنا إن مضينا سوى خربشة تعطر مضاربنا بجوف المصير وأي مصير أي مصير عند نجع اليتامى عند نجع اليتامى إكليل وزأبق وهسيس قد بلا غيمة ولا همة قد لانبلاج الأفق وكل البقاع التي رحلت تعزف سوف تأتي يوما بلا موعد وتصرخ فوق عرش الطفولة أقبع فوق عرش الفضيلة أرقص فوق عرش الأميرة أسبح يا لهذا السبات للأغنيات يا لهذا السبات للغانيات ويا لأرجوحة بلا ذبذبات مضت مضت بذات الطريق شريدة بذات الجراح شريدة رفرفت رفرفت خمرتها وعود عابرة شكرا لكم جميل جدا صح ما هذا ما هذا الجمال ما هذا الجمال استاذة ابتسام جميل هذا الجمال وبما أن تونس ولبنان توأم نعود إلى لبنان مع الأستاذة باسكال النشار جديد. أنا سأبقى على الحب لأن المواجع الأوطان مثل نأخذ من الفرصة اليوم رسالة حب عيني لعينيك ترسل النداء ومن جفنيك تسرق الهناء تغويك بومبها تسحق بك الشفاء تحرق بلهيبها إرادتك والزكاء مدرك أنت مدرك أنت أنفي رمقة اهتداء يا أيها الضال العتيق في العناء لحظي يا نار بشوقك استجداء لطاقتك استنفاد وسناء سهامي سهامي يا قاطعة تسحرك ببهاء تجابه تسحرك تهدكك ارتواء توقع قرارك بالانسحاب والخواء لن تحيا من غير نظرة ملأى بالحياة يفيض منها العشق كسيل ماء لن تقوى مقاومة صدق وانحناء لن تعود لوحدتك فهباء أن عني تغض الطرف اختباء ألو وبعد أنت وقد زفت بي السماء وغمرتك نعمة الروح لإحياء ما قد فيك دفن من الأعياء على أنغام الفؤاد استفاق وأضاء أضاء عمرا تدعيه عمرا وقد جاء في أحضاني متلمسا بعض العزاء أنى لك مثيلا في السراء كنوز الذهب والماس استلاء تأتيك هبة لتنسيك فأنسيك الكبرياء تمام جميل 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 جدا جميل جدا
ويحملنا عطر الحروف إلى تونس من جديد مع الأستاذة فاطمة مغيربي. أهلا وسهلا. أيضا سأقول قصيدة باللهجة التونسية. دائما اللهجة التونسية يقال أنها صعبة، ولكن نحن في تونس نفهم ومعجبين باللهجة اللبنانية والسورية والمصرية ونتكلمها جيدا. أتمنى أن تكون أيضا اللهجة التونسية أيضا حاضرة في كل المجالات. تفضل. تفضل. شكرا. يا قلب يا قلب ذيبك عمر ما يرقى سعدة، عمر ما يتوب ولا يتمم وعدة، يا ما قال ننساه ننساه لا رجوع لا ردة، كذاب نلقاه يتهز يتحط إذا شبح خيالة تعدى، كبر وميعاد فطامة عدى، مشتاق لصدر حنين عنده مدة، ضايع في طريقة والبعد ما عاد يتيقى، مكبر وجيعتك يا قلب إذا حبيت بحقيقة، واللي حسبته خليل رفس مواجعك وتعدى، إذا الدمع من عيونك اهطل عالخد سواقي ديم دمه مل، في الحلق غصة ومليون آه وآه، مريض في فاني يا مكبر داه، منين الصبر نجيبه ومنين نلقى دواه، الحبيب ما هو حبيب إذا في الشدة ما تلقاه، الحبيب ما هو حبيب إذا في الشدة ما تلقاه، مكثرهم عند الرخاء وإذا ذاقت وجودهم عالصوابع تعدى، وقتاش زعمة يتعلم عييت نقري ونفهم وهو ماشي في عماه، شكون قال الحب عند عيون، شكون قال الحب عند عيون ويدل ثنيك يتعدى، فلوكة هايمة في بحر عالي موجة يدورها الريح على هواه والكبدة ممروجة، فلوكة حايرة وللشط مشتاقة والدنيا دايرة وما دايمة الحد، غير اصبر غير اصبر يا قلب وفي الوعر حل ثنية، ولا تتوكل كان على خالق البشرية، عمره ما يبكي لك غير شفرك ولا يصفق لك غير كفك، وحدك تحفر في البحر ثنية ويطول الزمان وكل شيء ياكل النسيان، وكل واحد يشد طريقة، وانت يا قلب من ضيقة لضيقة جرحك نازف ما لقيت طبيبة، وما زلت تبكي على اللي مضى وتعدى، والله والله ذيبك عمره ما يرقى سعدة، وعمرك ما تتوب ولا تتمم للنسيان وعدة. وشكرا لكم. مفهوم وحلو اللهجه. ليش ليش يعني انت احلى يا رب، انت احلى عايش واضحه وفيها فيها عذوبه يعني. الله يخليك يا رب. هناك حرف اردني نادر سنستمع اليه مع الاستاذ اماني. مرحبا. تفضلي سيده اماني. سأرجو وأتكلم عن البلاد وأدعو إلى الله تعالى أن يعم السلام على جميع البلدان العربية. البلاد يا أبي حملها وجع، هناك يزرعون في خاصرتها الموت، يشيعون جثامين أبنائها جهارة، يعاودون الطبل والرقص، يعاودون الطبل والرقص، لا صوت يستفز مسامات الجسد، والعويل يفزع الكراسي، يهرب الحضور يئن العود، والكمان ينوح يعم الفراغ، المسرح حزين لا دهشة تصطادني إلا لون الدم،
يرسم خريطة الوطن، زمن رديء تلحنه تراتيل الغدر على إيقاع النار، وحدها الدموع تجيد التصفيق، هي البلاد يا أبي دهشة المكلومين، البلاد تشرق شمسها قلوبا للشرفاء، المركب سائر ببوصلة الحق، المركب سائر ببوصلة الحق، لا أسيادة ولا عبيد، سر أيها المركب فحبل الله وثيق، سر أيها المركب فحبل الله وثيق، الميناء الحزين ينوح كرامة على قوافل الفلاحين، ارفعوا مناجلكم وتمتموا، البلاد يا الله، البلاد يا الله، يا باب يا باب يا باب. أحسنتي، جميل جميل. ومن قال لا نشتاق، ومن قال لا نشتاق إلى المغرب، المغرب العربي الذي نحتضنه في قلوبنا جميعا، نستمع إلى الأستاذة نبيلة حماني التي عادت إلينا من جديد. الله يخليك دكتور عماد، أنا اعتقدت أنكم أنهيتم الندوة وحين انقطع اعتقدت أنه انتهى، فأغلقت الهاتف. شكرا دكتور. سأقول نص بعنوان وثيقة: إذا ما دعاني هديل نداك، إذا ما دعاني هديل نداك، وفاحت بعطر الزهور رباك، وأضنى فؤادي حنين إليك، ولاح لعيني خصب نداك، تعاود قلبي مواجد شوق، وأصبو بحلمي لومض رؤاك، وتعلو بصدري دقات قلب نقي الهوى لا يروم سواك، فأنت له الروح، أنت انبعاث الحياة، فرفقا بقلب هواك أصون عهودا قطعنا سويا، وأسمو كما طائر في سمك، وأتلو وثيقة عشق لدي كوردي صلاة بعيدة لقاك، أما زلت تذكر كيف كتبنا وثيقتنا من دمي من دماك، وكم ذا مشينا بكل طريق، وكأس الغرام سقتني يداك، وصفصافة الحب كانت تهيم، وتحن على جذعها مقلتاك، وكان فوق شط الأماني سرنا تداعب أنسام ثغري شذاك، رسمنا سويا خرائط عمر بدأناه توري خطايا خطاك، وتعزف لي لحن حب شجيد، وتشدو لقلبي فيهوى غناك، تمر الثواني وقلبي سعيد لأني أعيش بها في حماك، فأنت حماية وأنت صبايا، لقد حزته من نعيم صباك، وأنت ملاذي سآوي إليك، وفي حضن قلبك أبقى ملاك، وتمسح يمناك شعري فيغفو، فؤاد بكى حرقة ما تبكى، فما دمع عيني سوى نزف قلبي، وكم كفكفته حبيبي يداك، وكنت القريبة فصرت الغريبة، وبعد الزلال شربت لضاك، فهل نسيت وثيقة عشقي وألقيتها للضياع هناك، وضيعت حب السنين الطوال وأسدرت فوق هوايا جفاك، وألقيت بي في خضم حياتي أقابل بعد النعيم الهلاك. وشكرا لسماعكم. محليك ما يخليكم. أنا جنوبي، أنا
أنا طائر الحب أغرد ورفرف فوق رأس مريم باجو، تفضل. شكرا شكرا. رح نطلع من وجع الأوطان ووجع البلاد ونرجع لوجع القلب للحب. أكبر وجع طبعا، أصعب وجع. انفعل انفعل كل شيئا، أذب في داخلي كل الحنين، اقرأني في قاموسك جملة، اكتبني ولو دمعة على خد السنين، صوت يجرحني يغتالني يرميني في متاهات السنين، انفعل لو شئت في عبثي، انفعل لو قدرتني من العابثين، لا تؤرق العين فأنت من العين النظر، انفعل انفعل لو شئت في عبثي، انفعل لو قدرتني من العابثين، لا تؤرق العين فأنت من العين النظر، ولا تجرح القلب فقلبي لسواك لا لن يلين، انفعل انفعل لو رأيت الشوق إليك مختصرا، فأنت الحاضر في الروح دون الحاضرين، أطفو أطفو كالرذاذ في محيطك هاربة، رباه رباه أهكذا يعاقب كل المحبين، لا تطلع مرساة عشقهم من مرقد، ولا ترسو أشواقهم على بر أمين، انفعل كل شيئا، أذب في داخلي كل الحنين. شكرا. جميل جميل، شكرا لك. أحسنتي، شكرا لك. لا شكرا لك. بعد ما أنا 10 دقائق نحن نستغل من كل واحد قصيدة قصيدة. منطير من جنوب لبنان إلى أوائل لبنان مع الأستاذة باسكال. افتح المايك أستاذة باسكال، تفضلي. افتح المايك. مقطع صغير هيك بس بالمحكي، تفضلي. النصف الثاني صدف الحكي بعينينا صحي، لا شفت بحالي نقص جرب خبي فيك، لا انت لا انت عايز في تكفل، هي الخبرية نظرة بس هني ترجم بس كلمة تحبك، لا انت نص الثاني ولا انا نصك، صدت الحكي بعينينا صحي ولا شفت حالي نقص، هي الخبرية بس هني ترجم بس كلمة تحبك. الله جميل جميل جميل. على قدر الحب على قدر الحب أمد شراييني، على قدر الحب أمد شراييني، بعمق المحيط باتساع البحور وطول خيوط الشمس، على امتداد الزمان مستقبله حاضره وحتى غياهب الأمس، بالحب أنحت في الصخر أفجر ينابيع الفرح من العطش، بالحب أشق ثنايا في البحر للمراكب المتعبة مرسى، وعلى صدر القمر أنيخ رأسي أدون على خد المستحيل انتصاري وأهزم يأسي،
بالحب أعيش وللحب أعيش وبالحب زفوني إلى رمسي. وشكرا جزيلا لكم. جميل. ومن تونس إلى المغرب الأستاذة نبيلة. شكرا. سأقول نصا نثريا. كما عود ثقاب تأكل النار أصله فيمضي لاحتراق فلا بدء ولا انتهاء. كما عود ثقاب تصعقه صدمة التلاقي يشعله بريق يومض بالمآقي. فكلما دنوت من خافت الصمت وزرعت النور على المسافات وحدثوني عن النصر عن أول نقطة ضوء وكيف كانت خلودا أنار جبين شهرزاد على بحر صحرائي الممتد. تبعثرت أطراف الحلم منحت ثغره سراب الماء فتشظى حمما تلهبه زفرات ريح عاتية. تخطو عليه زواحف العطش تنهل بنهم دماه. كلما أقسمت على الصمود بعمقك نارا من برد وسلام سفرا من عوالم الأحلام بعبق الأزل تستبد بي عواصف الأقطاب وجليد فصل ممتد يغتال قصة الألف ليلة وليلة لتعود صولة شهريار فيغزل من وجعي أرضية الشفاء ومن خصلات المتعبة وصمت ما يصنع تاج الجلال. كلما عتقت فيك كؤوس الحياة وخلتني مداما يمنح للشريان الدماء تخالط شراب لعنة الخيبات فتكسر كأسا في يد الحلم ويستبد عطش بقطراتك الشاردة تنزف تلك الجراح فينجلي رمح الخاسرة العليلة وقد شرب كل دمي يسقط ظلي بهوة اغتراب. أناديه أمد إليه حبل النجاة أحضن ذعره فيحدق بي يقول للعشق سكرات. وشكرا لسماعكم. أن تودعنا بحروف جميلة. أستاذ أمان. أجل. أودعكم بنص يا شعر. يا شعر جئتك فألقي علي النبوءة عبدا في قبل كريمي. يا شعر جئتك ألقي علي النبوءة في غار الكلب أرتديها عباءة تقيني حيرة سؤلي. لست أنا من يتسوق لست أنا من يتسول المدح لست أنا من يقف بحائط النفاق. يا شعر حرفي عصا ألقيها على مرأى الأدب. يا شعر حرفي عصا ألقيها على مرأى الأدب لتلقف كل من به علل. الحرف نداء لمن أقفل قلبه وتجبر وعصى. يا شعر ما جئتك على مضض لكن قلبي متمرد ثائر على كل مؤتلف. والله ما بي من غرور لكن عسر البوح أضناني. يا شعر لا تغض البصر عن نداءاتي اقرأ واقترب. جميل. أنتم لو تعلمون وداع الأستاذة ابتسام وداعها غير طبيعي. ستودعنا بكلمات قصيرة أبو دقيقة ونصف بحروف ذهبة. تفضل. يلا عم نسمع.
المايك. أقول أن هدف اللقاء إلى غاية إليه على فكان الطريق جمالا بلهفة وناحت الصوت. الصوت مرحبا تسمعونني؟ تسمعونني الآن؟ نعم نعم نسمعك. نعم أقول غاية إليه على فكان الطريق بلا غاية إليه على فكان الطريق جمالا ورسما بديعا أخيط فطارت وناحت وناجت غيوما بأحلام عطاء هذا المسيح وأفراح آياتنا مدت إليه لحافا وورقا وقالت حن يا نوح أراك تروضني لهذا المسيح وظل شديدا لا أجوز تبسم في ضياء القمر بأوصيها مارب بدا وقلب طويلا بكى متى تلتقي لما تركضين وأنت الجراح وفرح بدت عنوة دائمة إليه تطير بلا مقه ردته فيها الوجع وظل